أصبح هنا الحياء هو خلق يبعثك على فعل ما فيه زيادتك أو ترك ما فيه زيادتك. يعني مثلا من الأمور اللي تعرضت ليها مثلا في الحرم في حج العام الماضي، أسأل الله أن يكتب لنا الحج هذا العام، إن واحد صديق كان معاه كرسي من الكراسي اللي هي بتحمل دي في الحرم، بتطبق وتحمل سهلة الحمل. بعدين فهو جالس على الكرسي بتاعه لأن هو كان عنده مشكلة في الفقرات أو كده، كان تعبان يعني، فبيعرفش يجلس على الأرض. وبعدين وهو جالس على الكرسي وجد رجل كبير في السن يبحث عن كرسي، فاستحيا أن يكون هو جالس وهذا الرجل الكبير في السن إيه؟ قائم. فقام من على كرسيه وهو يحتاجه صح؟ وأعطاه للرجل الذي ربما كان في عمر والده. هذا الفعل يزيده ولا ينقصه؟ يزيده. ومش كده وبس، ده لما هم هذا الرجل بالانصراف، اللي هو صاحبي ده اللي لما هم بالانصراف، الرجل الكبير في السن فضل جالس على الكرسي، يعني هو كان مطول شويه، استحيا ان يقول له بعد اذنك الايه الكرسي. هو شايف ان الكرسي ده شيء بسيط، يعني بالنسبه له شيء بسيط، خلاص اتركه له حياء. هل الترك ده زاده ولا انقصه؟ زاده. وصلت كده؟ فالحياء خلق يبعثك على فعل كل ما فيه زياده لك في المقام ومكارم الاخلاق، وعلى ترك كل قبيح.